وإلى ما قاله سيد الأوصياء بعد أن شيعت الزهراء ووراها الثرى، مما قاله سيد الأوصياء مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقف على ثراها الأقدس: أما حزني فسرمت، وأما ليلي فمسهد. الليل المسهد هو ليل الأحزان وليل السهر باللوعة والألم. أما حزني فسرمت، وأما ليلي فمسهد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. الخطاب مع رسول الله. وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها، وستنبئك ابنتك بتضافر. كلمة تضافر إلى أي شيء تشير؟ ما معنى التضافر في لغة العرب؟ التضافر هو التظاهر، التظاهر يعني التوافق، تظاهر القوم على الأمر الفلاني أي توافقوا. التضافر يعني أن يتألبوا جميعا على أمر واحد، تضافروا على الأمر الفلاني، تألبوا وتآلبوا على أمر واحد. التضافر يعني التعاون والاتفاق. التضافر يعني التصابر، يتحملون ما يتحملون في سبيل إنجاز أمر. التضافر يعني التواصل والاستمرارية. كلمة سيد الأوصياء تشير إلى هذه القضية، تشير إلى استمرارية هضمها صلوات الله عليها. لنستمر في قراءة ما قاله: وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها. فأحفها السؤال، أحفها يعني اسألها واسألها واسألها حتى تصل إلى تمام الحقيقة. فأحفها السؤال واستخبرها الحال. هذا ولم يطل العهد ولم يخلو منك الذكر، أما إذا طال العهد فالقضية ستكون أقسى وأقسى. الأمير صلوات الله وسلامه عليه يقول: كل ذلك جرى على فاطمة وتضافرت الأمة عليها، هذا ولم يطل العهد ولم يخلو منك الذكر، هذا والأمر قريب، أما إذا طالت المدة فإن هضمها وإن ظلامتها ستكون أشد وأشد وأشد. وهذا هو الذي تم الحديث عنه في ملف التنزيل والتأويل. وسيد الأوصياء هنا يختار هذا التعبير: هذا ولم يطل العهد، يشير صلوات الله وسلامه عليه إلى ما جاء في سورة طه:
الآيات التي تتحدث فيها السورة الشريفة عن قصة موسى عليه السلام. وما أعجلك عن قومك يا موسى، الآية 83 وما بعدها. وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. السامري والعجل، ولهذه الأمة سامري وعجل، والروايات بينت هذا المعنى. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد. سيد الأوصياء هنا يشير إلى هذا المضمون حين يقول هذا ولم يطل العهد، فتضافرت الأمة على هضمها. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. هذا المضمون يتلاحق واضحا في سورة الحديد. إذا ذهبنا إلى سورة الحديد وإلى الآية 16، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إذا طال الأمد ماذا يترتب على طول الأمد؟ فقست قلوبهم. فكانت الظلامة لفاطمة بتضافر الأمة، ولما كان العهد طويلا ولم يطل العهد، فكيف إذا طال الأمد ومرت القرون؟ إذا طال الأمد يترتب على ذلك قسوة القلوب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية جاءت بعد مجموعة من الآيات الكريمة في سورة الحديد، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. أي نور هذا؟ هذا هو النور الفاطمي. نحن قرأنا في زيارتها قبل قليل بأن تصديقنا لمحمد وعلي لا يكون إلا بتصديقها هي. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم
قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، لأنهم يعيشون في ظلمات أنفسهم، في ظلمات عقولهم، في ظلمات مواقف يوم القيامة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. بداية هذا النور من أين تأتي؟ كلامكم نور. نحن كيف نحصل على نوريتهم؟ أليس من خلال كلامهم؟ خصوصا نحن الذين نعيش في عصر الغيبة. كلامكم نور، البداية من كلامهم. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، ينادونهم ألم نكن معكم. كما قلت في أول الحلقة، إنهم منا يا ابن رسول الله، إنهم منا، أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت، والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. هذه الكلمات بحاجة إلى شرح، لكنني لست بصدد الدخول في كل هذه التفاصيل، ربما في وقت آخر أتناول هذه الآيات.